إيمانا منهم أن الموسيقى غذاء الروح وأن كل اللغات أمامها تعجز، تفننت أنامل ألمع المواهب الشابة في ترويض مختلف الآلات الإيقاعية والوترية وآلات النفخ الهوائية، وبمنتهى التناعم والإتقان وبطريقة سحرية تطرب الآذان، قدموا للضيوف أروع السنفونيات والمعزوفات الكلاسيكية المعاصرة بقيادة المايسترو سليم دادا. يعني حوالي 120 شخص عم جاكم اليوم الى المديه لتقديم هذا العرض السيمفوني اللي راح يشكل مجموعه من الاعمال الموسيقيه، تبدا من الباروك من فيفالدي مرورا الى سانسونس، ايكوزيوم اللي راح يكون معنا هذه المره في عمل بافان لجابرييل فوري، ونروحوا الى القرن العشرين مؤلف اول مره يعزف في الجزائر اسمه بالادو لمؤلف بريطاني اسمه كارل جينكينز، وننتهز الفرصه ايضا ان نقدموا ايضا عروض لمؤلفين موسيقيين جزائريين شباب فازوا في مسابقة أوركسترا شباب الجزائر لتأليف موسيقي سنة 2019 اليوم كمال فضلون ونبيل حماي، راح نقدموا لهم العمل تاعهم هذا أول عرض. ورغم برودة الطقس خارج القاعة إلا أن حناجر المغنين أدفأت الحضور. It was amazing actually, especially the last part, Africana. It was really amazing. And also there was also an Algerian part that was really amazing and really attractive music. كي جيت باسكو شفت حاجة كامل جديدة مختلفة على الموسيقى الأندلسية والشعبية، كانت حاجة شابة، يخدموا مانيفيك، كانوا متناسقين في بعضهم بعض. لتبقى الموسيقى من أرقى أنواع الفنون التي يمكن التعبير بها عما لا يمكن وصفه.